السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى الاشتراك في قناة يوتيوب رافضي ولعن عمر بن الخطاب، وفعل جرس الإشعارات ولعن عائشة بنت أبي بكر. السلام عليكم شيخنا الحبيب وعلى الحضور الكريم ورحمة الله وبركاته. ما هو ردكم على السيد علي الطلقاني الخطيب الحسيني المعروف، والذي دعا المؤمنين لإقامة دعاوي قانونية في المحاكم الدولية ضد سماحة الشيخ الحبيب، وذلك لما صرحتموه به وأبديتموه من رأي حول شخصية موسى الصدر؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلوا سماحة الشيخ. يعني أولا لا أعلم عن دعوتي هذه شيئا، إن كان يدعو إلى هذا الشيء فمرحبا وأهلا. يعني إحنا ننتظر مثل هذه الدعوة، ولا أدري إن كان جادا في ذلك أم كانت هي محاولة للتكسب الجماهيري لا أكثر. لأنه أحيانا لما يجد بعض الشخصيات أن هنالك جمهورا ما متعلقا بشخصية من الشخصيات، وهذا الجمهور يئن مثلا من جرح هذه الشخصية، فالتكسب الجماهيري هنا يكون سهلا جدا بأن يطرح أحدهم فكرة الدفاع عن هذه الشخصية بالمحاكم الدولية بالقضايا هكذا، حتى الكل يلتف حول هذه الشخصية. بمعنى آخر أنه يجمع هؤلاء الذين يريدون الدفاع عن محبوبهم، يجمعهم في لحظة زمنية واحدة بأن ينبري هو ويقول أنا أدافع أو أنا أدعو إلى كذا. يعني نفس الأسلوب الوهابي كذلك، يعني هذا ما فعلته الوهابية وفعلته البكرية معنا قبل سنوات خلت، لما أنت الطائفة البكرية من وقع ضرباتنا على أم الشرور وأم الفساد عائشة بنت أبي بكر. وجدنا بعضا، أتذكر أنا في تلك الفترة وجدنا بعضا من الشخصيات التي تريد التسلق السريع والتكسب الجماهيري السريع، وجدناها تطرح هذا الطرح أو تطرح هذه الفكرة، بل وتعلن عن ذلك في مشاريع هوائية عبر الإنترنت ووسائل الإعلام، أنه تعالوا يا جماعة تبرعوا لنا، ترى إحنا نحضر لقضية كبيرة يحاكم بها فلان الفلاني محدثكم، والقضية مضمونة 100%. وقاموا أيضا أتذكر بفعالية في الهايد بارك حول هذا الشيء بعض مشايخ البكرية، وقالوا القضية مضمونة 100%، وما أدري استشرنا مكتب المحاماة الكذائي، وجاء محام من الكويت أتذكر سواء في تلك الفترة أو ما بعد ذلك، وقالوا رفعنا قضية، حتى قالوا رفعنا قضية وقالوا باشرنا بالإجراءات، رفعنا قضية وأنه اطمئنوا وستغلق حتى قناتهم، وما أدري حتى قالوا أنه من المحتمل أن يرجعوني إلى الكويت بسبب هذه القضية وأقضي بقية عمري في السجن، حيث مجموع الأحكام الصادرة علي حتى هذه اللحظة 35 سنة سجن. فكثير هكذا فعلوا، صعدوا إعلاميا، تكسبوا جماهيريا، حصل بعضهم على أموال كذلك، يعني خاصة القنوات الراقصة الوهابية أو البكرية كقناة الراقصة وصال، قناة الراقصة صفا، كانوا يعلنون على شاشاتهم كما نقل لي أنه أرسل رسالة SMS يعني وانصر أمنا عائشة بSMS حتى يعني تحتسب تكلفة الدعوة القانونية على ياسر الحبيب.
فالناس أرسلت، المساكين أرسلوا، وبهذه الطريقة ضمنت هاتان القناتان ربما ميزانية 10 سنوات إلى الأمام، لأنه ما شاء الله أمة المريال ومليار ونصف يعني، فأنت أحسب شقد يعني أرسلوا رسائل وإلى آخره. فربما هذا الشخص المعتوه ربما نفس الشيء يفعل الآن. هي صارت يعني ضجة على شخصية موسى الصدر، مع أننا لم نحضر لها، لم يكن الأمر كما حضرنا للضجة التي أو حضرنا لإسقاط عائشة مثلا. لو أردنا أن نجعل همتنا في إسقاط موسى الصدر لكان لنا شأن آخر، لكن الأمر ما عدا ولم يتجاوز حد الجواب على سؤال وجه إلينا أثناء إحدى الجلسات من مثل هذه الجلسة، جلسة من جلسات التواصل، مقطع ربما أتذكر في حينه، وهذا المقطع جاءنا سألنا عن هذه الشخصية فأجبنا بما نرى ومما فهم أنه قدح في هذه الشخصية، وهو كذلك. فلأن هذه الشخصية لا يزال لها محبون خاصة في لبنان، خاصة في عليكم السلام ورحمة الله، خاصة في حركة أمل، فقد ضج الضاجون وأثيرت زوبعة في هذا الخصوص. وكما هو المعتاد يعني هذه الزوابع لا تعدو كونها زوبعة في فنجان، وبالنتيجة الشيء الذي يفرض نفسه هو قوة الدليل وقوة البرهان. فنحمد الله تعالى على أنه لما أثيرت هذه القضية ولم نكن نتوقع صراحة كل هذه الضجة، لأنها إن أنبأت عن شيء فإنما تنبئ عن مدى الاهتزاز أو حجم الاهتزاز لدى أتباع هذه الشخصية، الشخصية التي تكون قداستها أو يكون احترامها مستقرا في سماء المجد وفي أرض الواقع، فإنه مهما قيل فيها لا تهتز ولا يهتز أتباعها خاصة بهذا القدر. إنما يهتز الناس إذا ما قدح في الشخصية التي تستأهل القدح، أما الشخصية التي لا تستأهل تفرض احترامها وإن نبح عليها 1000 كلب إنجاز التعبير، وإن تكلم عليها 1000 متكلم. الآن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله ألا يتكلمون عليه؟ ألا يطيلون ألسنتهم عليه؟ أي اهتزاز يقع؟ لا يقع. أئمتنا الأطهار عليهم السلام لعنوا على المنابر، أي اهتزاز وقع؟ لست أتحدث عن مشاعر المؤمن، مشاعر المؤمن في محلها، انتبهوا جيدا، يعني المشاعر تنتابك المشاعر الإيمانية فتعبر عن الغضب لهذا الهتك للمعصومين عليهم السلام أو للرموز الخالدة، وتصب غضبك على من هتكها، هذا سليم، وهذه ردة فعل بشرية طبيعية، بل هي ردة فعل دينية مطلوبة. أنا أتكلم عن حالة الاضطراب والاهتزاز بحيث أنك تشعر وكأنك قد فقدت الساحة، إذا ما بقي ذلك الصوت يتكلم فتجتهد وتفعل الأفاعيل لكتم ذلك الصوت، تقول تعالوا خلينا نرفع قضية، تعالوا خلينا نسوي كذا، تعالوا حتى نفعل ما أدري كذا، يعني تشيع أجواء الإرهاب الفكري، تشيع أجواء القمع مثلا، وتحاول أن تثور الساحة إنجاز التعبير، تجعلها تثور على مجرد كلمة عابرة هناك. هذا ينبئ عن ضعفك أنت، وينبئ عن ضعف الشخصية التي تعتقد بها أنت. فنحن لم نكن نتوقع بصراحة كل هذه الضجة التي حصلت في أيامها، ما أتذكر كان أيام شهر رمضان أو بعده يمكن، ما يمكن. نعم ثار كثير من
يعني الأخوة هداهم الله تعالى ممن يعتقدون بموسى الصدر ثاروا بسبب هذا الموضوع. الآن فرصة تصبح لكل متسلق ولكل انتهازي ولكل دنيوي وذي طمع أن يتسلق على أكتاف هذه الضجة وأن يوظف هذه المشاعر الغاضبة توظيفا شخصيا بحيث يعلي من شأنه هو ويحاول أن يكسب هذه الجماهير، فينبري هو ويرفع لواء موسى الصدر ويقول هلموا إلي إلي نرفع قضية على فلان في المحاكم الدولية. غالب الظن هو هذا، غالب الظن أن هدفه هذا المعتوه أو أمثاله هو هذا الأمر، وإلا لا أدري إن كان هو يفهم طبيعة القوانين الجارية في العالم، خاصة فيما يسمى العالم الحر أي البلاد الغربية، وهل أنه يفهم أن الذي قلناه لا يعد جريمة وإنما تعبير عن الرأي. هو وين متصور إحنا قاعدين مثلا؟ يعني تحت حكومة صدام لو حكومة علي خامنئي مثلا حيث لا يمكن أن تعبر عن رأيك. إذا كان هو فاهم جيدا هذه القوانين ويعرف أنه لا فرصة لمثل هذه الدعوة الخاسرة أن ينظر فيها أصلا، لا فرصة أساسا في مثل هذه البلاد، فمعنى ذلك أنه كذاب وإنما يريد التكسب. إن لم يكن قد درس هذه القوانين ولا يعرف طبيعتها فإذا معناها أنه أبله، أبله جاهل يتكلم فقط، يطلق كلاما ليس له واقع لا يمكن تحققه على أرض الواقع. ومع هذا نقول لو فرضنا أنه يمكن بالفعل رفع قضية من هذا القبيل فنحن نرحب بها وننتظرها بفارغ الصبر، لأن القضايا التي هي من هذا النوع كما قلنا في الضجة المفتعلة من أبناء عائشة قد تشكل أفضل فرصة، قد توفر أفضل فرصة لإثارة الانتباه ولفت الأنظار إلى حقانية دعوتنا وإلى صدق تقييمنا لهذه الشخصيات وأنها شخصيات مدانة. لقد قلنا لأبناء عائشة من ذي قبل هلموا وارفعوا هذه القضية رجاء، لأننا نستطيع إن شاء الله تعالى أن نحولها من محاكمة لنا إلى محاكمة لعائشة. وقلناها سابقا أنه لو كان بإمكاننا أن نضمن وصول هذه القضايا إلى ساحات المحاكم وأن تغطى إعلاميا، لو كان بمقدورنا لمولناها بأنفسنا، لو كان بمقدورنا هذا، لأنه ماذا تريد أعظم من هذا؟ أن يلتفت العالم عبر وقائع محاكمة ما في المحاكم وينتبه الرأي العام للقضية المثارة في تلك المحكمة. هذه فرصة عظيمة لفضح هذه الشخصية، لتبيان جرائمها. نحن نريد أصلا محاكمة هذه الشخصيات ومنذ القديم دعونا لمحاكمتها، فليكن موسى الصدر أحد هذه الشخصيات، ثم ماذا؟ وليكن غيره أيضا. لا ينبغي أن نحاكم فقط شخصيات الغير، لنحاكم أيضا شخصياتنا المحسوبة علينا أيضا، حتى تتعظ هذه الأمة وتكف عن عبادة الأشخاص وتكف عن التصنيم الأعمى والافتتان بالعجول المختلفة في ألوانها وفي أشكالها. الأمة عليها أن تخرج من هذه العباءة وأن تتحرر. كافي هذه الأمة التي، ما أدري أنا بصراحة من جاء بهذا الشعار الذي هو لعنة علينا، بالروح بالدم نفديك يا فلان مثلا، شعار ما أدري شلون يجي. الأمة التي ستبقى تردد مثل هذا الشعار الأخرق
لكل رمزية أو لكل رمز أعجبها، سواء كان رمزا دينيا، رمزا قبليا، رمزا سياسيا، فإن هذه الأمة لن تتقدم، لن تتقدم هذه الأمة، وستظل تتقهقر وتتخلف. كافية الهوسات هذه التمجيدات الفارغة التافهة التي تجعل الشخصية أحيانا حتى إن كانت صالحة تنتفخ في بعض الأحيان، فتصدق نفسها وتجعل نفسها في مصاف الإله أحيانا، يصير نصف إله يتحرك يمشي أو نصف معصوم يتكلم. هذا ما يصير إخواني، هذا يرجعنا إلى الوراء. نحن قلنا الوحيد الذي لا ينتقد هو المعصوم، لأنه معصوم، هو معصوم، معصوم من ماذا؟ معصوم من الذنب، معصوم من الخطأ. إذن حتى الشيء الذي لا نفهمه من المعصوم، الخلل في فهمنا نحن، هو مصيب فيه، نحن الخلل فينا لقيام الدليل على عصمته. هذا الوحيد الذي لا نتمكن من انتقاده. أما من هو دونه وإن كان صالحا وإن كان من خيرة علمائنا ينتقد، ولكن ينتقد بأدب إذا كان عادلا، طبعا قلنا من خيرة علمائنا، ينتقد بأدب لا بإسفاف، لا باحتقار، لا بامتهان مثلا، بل حتى الشخصية المنحرفة تحقر، نعم شرعا تحقر، وعرفا وأخلاقا وأدبا حقها أن تحقر، ولكن إذا ما أفرطنا في ذلك وتحول الأمر إلى ما يشبه النزاع الشخصي فهذا إسفاف. قد تلاحظون إخواني أنه بعض الشخصيات المنحرفة، يعني خاصة المحسوبة على النظام الإيراني أو النظام الخامنئي، في هذه السنوات التي خلت قد تلاحظون عليها أنها أحيانا، يعني بعضها كان يحاول أن يجرنا إلى نزاع من هذا القبيل وكنا نترفع عنه. ما هو السبب؟ يعني مثلا حرب المقاطع المبتورة التي نشرها بكثافة النظام الخامنئي عن طريق صعلوكه هذا أسد قصير، والمركز اللي هو مشرف عليه اللي هو مركز الكوثر، ها مركز الإسلام، مركز الإسلام الأصيل. حرب مقاطع مبتورة بالهبل مثل ما يقولون، ما تركوا شيئا إلا واستغلوه، حاولون يستغلونه، مقطع دقيقة دقيقتين وينشرونه بكثافة، كيعني برمجة تسقيط إنجاز التعبير. طيب كان لنا أن نتوقف أمام كل مقطع من هذه المقاطع وأن نحمل عليهم بمثل ما حملوا علينا، وأن نعمد نحن أيضا إلى حرب مقاطع في المقابل وننزل إلى هذه المستويات الدونية. ما فعلنا، ليش؟ شنو السبب؟ لأنه سنبدو صغارا حينئذ، لا أمامهم، أمام أنفسنا، أمام الحجة ابن الحسن عليهما السلام. يعني الإسفاف علينا أن نترفع عنه، هذا إسفاف بعد، خلص أنه نأتي إحنا ونروح. أنتم يمكن شايفين بعض هذه المقاطع يسوون كاريكاتورات ضدي ويرسمون بطريقة يعني استهزائية احتقارية، حتى في الصحافة الإيرانية أصلا جداريات، أكو جداريات يعني في بعض الشوارع الإيرانية. إحنا ما نسوي هذا الشيء، احنا بنقدر مثل ما رفعوا جدارية في طهران وضعوا عليها صور بعض العلماء، بعض المعممين، وصورتي ايضا من بينهم، نشكر خامنئي على انه يعني رفع صورة جدارية زين، وكاتبين تحتها ما ادري شعارات تسقيطية، ما ادري التشيع اللندني، تشيع الكذا الى اخره، استكبار، استعمار الى اخره. هو احنا نقدر هنا بنرفع لنا صورة خامنئي نخليه مثلا، نكتب تحت تشيع البتري مثلا، أو مثلا نكتب عبارة استهزائية، عبارة احتقارية،
والكبار والصغار حين يدخلون المسجد هنا عندنا المبارك أو أرض فدك الصغرى، كل واحد قبل ما يدخل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تف ويتفل عليه مثلا ويدخل. ممكن هذا كلها نقدر نسوي، ما نقدر نسوي أصلا، نقدر نهيئ ميزانية نخلي صورة علي خامنئي وأمثاله على الباصات في لندن، على الشوارع في لندن، ونكتب تحته الدكتاتور مثلا، نقدر ونخلي صورته شكلا بشعة، نقدر هذا الشيء نسوي. مرة شفت تصميم، طبعا هم شوية بارعين بالتصاميم، فمسوين شنو تصميم لي على أساس مقسمين الوجه يعني نصفين، فنصف أنا والنصف الثاني ما أذكر منه كان، وهابي يمكن، أسامة بن لادن يمكن، أو ما أذكر، أو العريفي ما أذكر. المهم حاطين هاي الصورة يعني حتى يقولون يعني وجهاني لعملة واحدة، شيء من هذا القبيل. احنا بنقدر نحط صورة خامنئي ونحط نصف الثاني أبو بكر البغدادي مثلا، لأنه نفس الشيء هناك، هذا يقول الموت لي معارضي الدولة الإسلامية، ذاك كان يقول الموت لمعارضي الجمهورية الإسلامية، نفس الشيء يعني ما اختلف كثير، يعني كلاهما نفس السلوك. نقدر نسوي هم هذا الشيء، ونخليه إن شاء الله بالشوارع، وإحنا ندري نفسية خامنئي أحيانا تتأذى من وراء هذا الشيء، يعني هو شوية مزاجي، عنده شوية نبرة مزاجية أو نزعة مزاجية، لذلك تجعله يفلت احنا او ينفلت احيانا من كل قيد في ردود فعله. نقدر نسوي هذا الشيء يعني نأذي، بس هذا اسفاف، هذا اسفاف. اذا ننزل، اذا نجعل اعظم همتنا فيه، نعم تارة واحد يسوي مرة على الانترنت ما ادري برنامج هكذا ساخر ممكن يكون، يعني شيء بحدوده المعقولة هذا ممكن. أما إذا ليل ونهار إحنا وراء هذا الموضوع ونرصد فيه الميزانيات وننتج فيه المقاطع والجداريات وما أدري كذا، هذا يصبح إسفافا ونحن أعلى كعبا منه. كلمتنا واحدة خلص، قلنا هذا منحرف منحرف، متى ما جاءت الفرصة لتبيان انحرافه بينا انحرافه. كل من يريد أن يجرنا إلى معارك شخصية هنا أو هنالك، أو إلى معارك تريد أن تشغل وقتنا، تشغلنا عن نصرة الزهراء البتول عليه الصلاة والسلام، لأنه تدرون إذا واحد خاض ودخل في معركة من هذا القبيل ما يبقى له وقت بعد، يعني هذه المعركة تستهلك وقته وجهده، ما يصير عنده مجال حتى يحقق طموحاته الكبرى، مشاريع الكبرى في نصرة العترة الطاهرة صلوات الله عليه. فلذلك ما ندخل في مثل هذا الإسفاف. فعودا على بدء، نقول لو كان هنالك إمكانية لرفع مثل هذه القضايا علينا فأهلا ومرحبا بها. أنا قضيت عمري فيما قبل يعني في الكويت خصوصا بين المحاكم وبين النيابة العامة وبين القضايا دفاعا عن آل محمد عليهم الصلاة والسلام، لست بالذي يعني يمتعض لرفع قضية عليه، فليرفع هذا الطالقاني أو غيره وليجتهدوا في ذلك في رفع القضايا، فنحن لها إن شاء الله ونرحب بها أيضا.